في مقابلة خاصة مع الجزيرة انتقد أبو محمد الجولاني قائد جبهة النصرة أسلوب تكفير الأفراد والمجتمعات. وأضاف الجولاني أن الجبهة تترك الأمر لما وصفه بالمحاكم الشرعية والعلماء. بالنسبة لنا كمنهاج شرعي لجبهة النصرة تجاه الأشياء، نحن ننظر للضوابط الشرعية وفق الكتاب والسنة في هذه الأشياء، ونشنع ونعنف على كل من يغلو في تكفير الناس أو عامة الناس. ونعتقد أن المجتمعات المسلمة في عامتها هي مجتمعات مسلمة، نعتقد في عامة المجتمع في سوريا أنه في عامته مجتمع مسلم، في عامة المجتمع التركي هو مجتمع مسلم، في عامة المجتمع المصري هي مجتمع مسلم، هكذا على الإطلاق. وننكر على كل من يقول على أن هذه المجتمعات هي الأصل فيها الكفر وما شابه ذلك، بل ونعنف عليه ونعاقب من يقترف هذا الحكم بغير علم ودراية من الله عز وجل. وفيما يتعلق بمستقبل النظام السياسي في سوريا، قال الجولاني إن جبهة النصرة لا تطمح للانفراد بصياغة مستقبل سوريا السياسي بعد سقوط النظام، وأوضح أنه يترك ذلك في حينه لما سماه لجانا شرعية وأهل الحل والعقد. كجبهة نصرة لن تتفرد في قيادة المجتمع حتى وإن وصلنا لهذه المرحلة. عندما نصل إلى مرحلة تحرير الشام مثلا، عندما تسقط دمشق على سبيل المثال، أو يعني الشكل الأكبر الذي يقال أنها تقريبا تحررت بنسبة 80% ولنقل ذلك، ففي هذا الوقت ستجتمع لجان شرعية ويجتمع أهل الحل والعقد وعلماء ومفكرين من الناس الذين ضحوا وشاركوا والناس الذين لديهم رأي حتى وإن كانوا من الخارج هذه البلاد، يجتمع علماء أهل الشام مثلا ويجتمع، فتعقد مجالس للشورى وتعقد مجالس لأهل الحل والعقد، ثم توضع خطة مناسبة لإدارة هذا البلد بالطبع تكون وفق الشريعة الإسلامية، يحكم فيها شرع الله عز وجل، وتبسط فيها الشورى وينشر فيها العدل، ما استطاع إلى ذلك. معنا من